اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده معانا فرخه، بس عايز قبل ما نتكلم في الاكل عايزين لما نيجي نشتري المشتريات بتاعتنا مش لازم نعمل زحمه في المطبخ. يعني ايه زحمه؟ يعني مش لازم يكون مطبخك مليان فراخ ولحم، لا خالص، الموضوع بسيط. هي فرخه معانا، معانا رز بسمتي، معانا عجينه عجناها مسبقا، مكوناتها سهله وبسيطه، عباره عن دقيق وبيكنج باودر وخميره، ماده دهنيه يا اما زبادي يا اما زيت زيتون، وبنعجنها وبتتخمر معانا. ومعانا فراوله، يا بتاع الفراوله، فراوله زي الفل البشاير بتاعتها والموسم بتاعها. المنيو بتاعنا النهارده في بساطه وسهوله، وهحببك في انك تخش المطبخ معانا. فراخ هنعملها فراخ مشويه مع رز بسمتي، حلو قوي. نطلع بره ناكل، هات لي يا عم نص فرخه مع رز بسمتي، نشوف ازاي تعملي الاكله دي والوجبه دي في البيت. معانا فطيره الفراوله النهارده بالقرفه، كلنا عارفين القرفه فيتامين سي، قيمتها الغذائيه عاليه جدا، محصوره ما بين ان احنا نعملها سموزي او عصير، يعني متحدد قيمتها. ايه رايكم نستخدمها كفطيره النهارده مع الفراوله؟ معانا كمان المفاجاه النهارده البطاطس الحلوه، هنعملها بطاطس بانيه، حاجه كريسبي كده لطيفه وجميله، زيها زي حاجه مقليه قرنبيط كفته، هنشوف نعملها مع بعض ازاي بتفاصيلها. احنا بس غسلناها وقشرناها وبتبرد شويه في التبريد عشان نستخدمها مع بعض. استاذن حضراتكم، نطلع فاصل صغير، بعد الفاصل اهو هتروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل صغيرة علشان نعمل بطاطس، نوع بطاطس لطيف حلو لأولادنا، نعمل لهم بقى فراخ رز. يقولك يا عم أنا مالي، أنا عايز أكل في بطاطس. الأولاد يحبوا البطاطس المقلية، فأنا جاي على بالي النهاردة أعمل لهم نوع بطاطس حلو كده اسمها بطاطس بانيه، غير اللي احنا متعودين عليها. فيه نوع بطاطس اسمه كروكيت، ده مشهور في بعض السوبر ماركات، بيبقوا 10 قطع كده في قلب الكيس، تمنهم غالي شوية. بطاطا بانيه، معانا بطاطس اتسلقت سابقا واتقشرت ثم ترست، ومعانا بقسماط ناعم، ومعانا فص توم حلو، شوية بقدونس حلوين، ومعانا بيض. جبنا البيض يا شباب، حلو. طب سوس حافظ بعد اذنك، معلش. حلو، طب تعالوا نعمل ازاي البطاطس بتاعتنا اللطيفة الجميلة. نرجع لموضوع البطاطس، تعالوا نكمل ايه الحدوته بتاعتها. واحنا شغالين مع بعض، مكونات عندنا بطاطس، اخبار البيض اهو زي الفل تمام، بكسر واحده والثانيه والثالثه زي الفل، واقلب الخليط ده مع بعضه، بس لازم ادعمه، ادعمه بشويه بقدونس، سنة شبت صغيرة، بعمل بطاطس بانيه بقى لها طعم، وحط توم كده واشيل كل دول من هنا. انا النهارده المطبخ بتاعي فيه شوية بساطة سهولة مرونة، واخد معلقة نشا، ونقلب الخليط ده يا عم الشيف كله مع بعض، فلازم اقلبه في كسرولة كبيرة. مهم جدا يا ست الكل لما تعملي البطاطس دي تحط في الاعتبار ولادك هيحبوها، فلازم طبعا تكون عامل كميه كبيره زي اللي انا عاملها دي كده. البهارات بتاعتنا ملح وفلفل، خلي بالك لو حاطه ملح على سلق البطاطس ترفع ايدك من الملح شويه. هنعجن العجينه دي يا عم الشيف مع بعض، وعندي طاسه شديده الحراره اهي، بحط فيها زيت عشان نحمر البطاطس دي مع بعض. استاذه رحاب بعد اذنك استاذنك نطلع بمقادير البطاطس البانيه دي تاني عشان هتعجب ولادنا، واعتقد ان مامي هتعملها بنفس الطريقه. ده زعتر حلو قوي. المقادير على الشاشه، حاجه لطيفه وحلوه ولادنا يحبوها، تبقى حلوه مع بعض. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي. هنقلب كل الخليط ده مع بعضه. في حاجة واسعة كده. وحاجة مش مكلفة، كيلو بطاطس 3 تعريفة.
بيقولوا لي على السوشيال ميديا يا شيف مغازي وفي حاجه بثلاثه تعريفه، ثلاثه تعريفه تاني تعبير مزاجي مجازي بيسموه تقريبا كده عن الحاجه في متناول الجميع. يعني هتقولي لي مش هنجيب بطاطس موجوده، والبطاطس بتقعد عندك في الدرج الثلاجه ولا الدرج بتاع المطبخ لغايه لما تبوظ، وتقول لي بخزنها. اه سلقيها بعد ما تغسليها كويس، سلقتيها بعد ما غسلتيها قشريها وسيبها تبرد في التلاجة، هي رساله بايدك، حط عليها المكونات اللي انا حطيتها، معلقتين نشا للكيلو البطاطس، ثلاث بيضات، شويه ثوم، شويه بقدونس، شويه كزبره زي ما انت عايزه، خضرتيها كده واديت لها طعم وشكل حلو. هنعملها بانيه دلوقتي واحنا مع بعض. اه واقفين كده على السله، الزيت عندنا درجه حرارته عاليه، هبدا اشتغل كده باللطافه. اه حلو قوي. واللي هبدا اعمل بقى بالشكل اللي انا عايزه، اعملها شبه البرجر ماشي، شبه المعلقه اللي عاملها دلوقتي ماشي، زي ما انت حب. هي الفكره عايز اوصلها لك ان ولادك لازم ياكلوا بطاطس مختلفه. ادي معلقه والزيت هنا بيسخن، وادي البطاطس بتاعتنا، وانا طبعا سبتها لي الاخر علشان يبقى معانا وقت. اخد كده اهو، ونفس الموضوع كده. مش علمناك يا شيف مغازي لما تيجي تستخدم معلقه في حاجه زي كده تحط حاجه فيها ميه؟ اه اتعلمنا كده. اه عشان المعلقه ما تلزقش. لا مش زيت يا غاليه، لو حطينا زيت احنا بنعمل بانيه، الخلطه تفصل مننا، ميه مش كل حاجه فيها زيت. اه نحط كده تاني اهو، حاجه والله لطيفه يا شيف اهو، يعني انت ما بتخليناش نكلف كتير. اه الزيت شديد الحراره خلي بالك. اه البطاطس هنا مستويه. اه ما تستخدميش ايدك خالص. اه شويه بطاطس هيعجبوا ولادك، عندك حماتك بتزورك هتعجبها، لان دي سريعه المضغ والهضم كل حاجه. ناخدها زي ما هي كده بقى. اخبار الزيت ايه؟ اخبار الزيت ايه يا شيف؟ بص على الحلاوه يلا، اسد زيت المصورين حبايبي، فرسان التلفزيون المصري. اه نعم. لا ما ترجعش، ما تتحطش في بانيه، ما انا حاطط بيض في العجينه. اه بسم الله الرحمن الرحيم. يلا الله 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 الله. بطاطس بني دي مش كروكيت، كروكيت بتتحشي لحمه مفرومه. مالها طلعها. حاضر. انا افتكرت انتوا شايفينها بتتحرق. المال الحلال يا استاذه رحاب، ربنا مبارك فيه. طلعها، عايزين اطلعها طلعها. لا فله فله تمام تمام، ما انه حبايبي والله ناس الحلوه. يابا يابا ايه الحلاوه دي، نخليها كده وتعالوا نكمل مع بعض اللي بنعمله. بطاطس محمره دي يا شيف ده جامده قوي، معلقه النشا هنا عامله عمايلها يا استاذ رحاب، شفت مقرمشه ازاي؟ قطر تحت اسنانك وانت بتاكليها. اه ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ هي كانت طبعا معتقده ان انا لما احطها في الزيت تفك وتبوش زي ما بنعمل الكروكيت كده، ونيجي نحمره نلاقيه ايه باش في قلب الزيت. الخبره الطهويه هنا لها دور. تاني نشتغل تاني شويه، احنا ورانا حاجه ولا احنا معانا وقت؟ لغايه لما تقولوا لي خلص خلاص. اه انا شخصيا بعشق البطاطس زي على فكره. بطاطس بانيه تاني، واللون كهرمانه. مكونات البطاطس دي يا استاذه رحاب بعد اذنك تاني على الشاشه عشان كل ام بتتابعنا، احنا كلنا مفطومين على البطاطس دي يا اخوانا، بناكلها مقليه بس، انا النهارده باكلها بطريقه تانيه خالص. اه ماشي. عشان
فاطمه مين؟ اتصلت فاطمه؟ ماشي هنشيل كل ده مع بعضه ونقلب ده يا عم الشيف. بصراحه انا عايز احمر دول عشان انا ايه بحب البطاطس دي. بسم الله اهو تاني في قلب الزيت بالسله خليتها للاخر عشان لو قالوا لي احنا وقتك خلص يبقى كفايه اللي احنا حمرناه. معانا وقت نحمر تاني اهو ونشيل اللي احنا حمرناه. طب البطاطس دي لما نيجي نشيلها بقى نعمل ايه؟ مهم جدا نجيب طبق زي ده كده وعندك مناديل مطبخ حلوه زي دي كده حطها هنا كده ودي موجوده عادي استخدامك ليها وامسك البطاطس دي اطلعها هي استوت. يلا بسم الله الرحمن الرحيم عينيا حاضر ادي البطاطس بتاعتنا. البطاطس اهي مالناش دعوه بالبوتاجاز اهي اللي ودينا عند البوتاجاز اهو شفت الحلاوه دي شفت الجمال ده اهو شايفه الكهرمانه دي اهو ايه ده يا شيف؟ ايه دي؟ مكوناتها ايه دي يا شيف؟ بطاطس مسلوقه بالقشره اوعى تقشري البطاطس وتسلقيها مش تطلع معاكي كده ابدا انا ماليش دعوه بقى انا قلت لك وخلاص خلي بالك ليه يا شيف؟ هتسيح منك في قلب الزيت. هدخل دول كده النار ونروق على الدنيا دي كده اهو الله خلي بالك الزيت هنا جاهز لتحمير البطاطس بتحبيني لازم تجربها لاولادك النهارده مش مكلفه خالص بطين من الثلاجه من باب الثلاجه هتجيبيهم وهتعملي البطاطس دي لاولادك نروق المطبخ بتاعنا عشان انا خلصت زي الفل بس عمليه التحمير لازم تتم في زيت ايه شديد الحراره والزيت ما يبردش تحت البطاطس عشان ما تفكش منك وترجعي تزعلي مني مهم جدا اطلع الفراوله عينيا حاضر ومطبخنا رايق حاضر عينيا يا ست الكل ادي البطاطس بتاعتنا في قلب الزيت اخبار البطاطس ايه البطاطس النهارده زي ما قال الكتاب منسجم قوي معاها شويه دول اغرفهم في طبق حلو عشان مخرجنا يبص عليها كده الله الله بطاطس بانيه بطريقه سهله وبسيطه تقدري تعمليها لاولادك بفكر جديد سيبوني انا اعيش مع دي بقى لو انت حابين تخلصوا انا جاهز حلقتنا النهارده عنوانها قبل ما نتكلم عن الاكل بساطه سهوله مرونه عملنا فراخ مشويه خدنا نتيجه التحمير والبيون عملنا شويه رز حلوين بسمتي عملنا بطاطس لاولادنا بالشكل الحلو اللي حضراتكم شايفينه بطاطس بانيه عملنا كمان فطيره جميله جدا بالفراوله بتتكلم مصري لان الفراوله طيبه من ارض مصريه وبتكنيك عالي وبخبره بسيطه ولكن برضه عنواننا بساطه سهوله مرونه الكلام ده منين يا شيف مغازي من ماس بيرو We'll be right back.